استاذ عمار بصراحة جاوبني بصراحة، المحافظ لمن تابع لأي جهة؟ المحافظ الجديد؟ ايه لدولة القانون. زين، انتو ابرز الامور اللي معترضين عليها شنو؟ هسه تحكي لي انه الجلسه عقدت بيوم جمعه وكانت عطله وباقي الامور، ونطلع هاي المظاهرات بالشارع وتسدون مراكز شرطه وتسدون دوائر الدوله وتعطلون المؤسسات، هذه مو 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 مواضيع مقنعه حتى اليوم. اليوم انتفض بهذه الطريقه. اخي العزيز، احنا كحراك شعبي احنا ما شاركنا، احنا داعمين لاي حكومه تجي، احنا مراقبين على الفشل الاداء اذا يصير، على المخالفات الدستوريه، على المخالفات القانونيه نعترض. اما كحراك شعبي ما يهمنا يستلم دوله قانون بدر زياد عمر، المهم نتيجه تصير نتيجه بالشارع. احنا شلون اعتراض؟ شلون اعتراض مجلس محافظه؟ لان خروقهم عبروا المده القانونيه ومستمره لحد هذه اللحظه، هي دعوتنا موجوده بالمحكمه الاتحاديه. بس اللي صار البارحه هم مجموعة شباب تصرفوا بهذا التصرف، وكان ردة فعل قوية من سيد وزير الداخلية ما تليق بمستوى الشباب اللي طلعوا.